بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هو الدرس الاخير في الجيومتري. درس تقريبا خدته انت قبل كده بس برضو يعني سهل جدا. ازاي اعرف اي تريانجل نوعه ايه بالنسبه للانجل، اللي هو نوعه ايه عن طريق الانجل؟ طبعا احنا خدناها في ابتدائي. لو انا عندي الانجل نفسها هعرف نوعه ايه، بمعنى اشوف الانجل الكبيره لو اكبر انجل فيها ايكوال 90، لو اكبر انجل فيها ايكوال 90 يبقى انا اسم تريانجل ده ايه، رايت. لو اكبر انجل فيها اكبر من ال 90 معديه ال 90 يبقى تريانجل دوت نوعه ايه، اوبتيوس. لو اكبر انجل فيها اصغر من 90 يبقى تريانجل ده نوعه ايه، اكيوت. ده سهل جدا خدناه في ابتدائي. طيب هنا بقى الجديد. ايه الجديد؟ لو انا عندي السايدز مش معايا الانجل، معايا السايدز، بعرف نوعه ايه بالنسبه للانجل. يعني انا مش مديك الانجل المره دي، مديك السايدز. اعرف ازاي نوعه عن طريق السايدز نوعه ايه بالنسبه للانجل. اول خطوه تشوف لي اكبر سايد عندك، او تعملهم كلهم باور 2 الاول، تعمل كل سايد باور 2. لو اكبر سايد باور 2 ايكوال البلس بتاع الاثنين الصغيرين التانيين ايكوال، يبقى ساعتها نوعه ده ايه، نوعه رايت. لو اكبر سايد عندي باور 2 اكبر من البلس بتاع الاثنين الصغيرين باور 2 يبقى التريانجل ده نوعه اوبتيوس. لو اكبر سايد عندي باور 2 اصغر من الاثنين البلس بتاع الاثنين التانيين باور 2 اطلق عليه اكيوت. يبقى if a b باور 2 equal ال plus the of the other two sides باور 2 it's called right. if the longest side باور 2 bigger than the summation of the other two sides power 2 equal is called obtuse. If the longest side power 2 is smaller than the summation of the other two sides square of power 2, this triangle called acute. بس كده هو الدرس. طيب تعالى ناخد عليه example نفهم الدنيا شويه. بمعنى انا دلوقتي مديك سايدات بس، عايز اعرف نوع تريانجل ايه. In each of the following determine the type of the triangle according to its angles. اوكي. عندي واحد 4، واحد 5، واول خطوه اجيب كل واحده باور 2. تطلع 16 الاولانيه. نجيب البي سي باور 2 تطلع 25. نجيب الاي سي باور 2 تطلع 49. تمام كده. نعمل ايه بقى؟ نقارن اطول واحده بالبلس بتاع الاثنين، يعني نعمل ده وده بلس. نعمل كده ال 16 بلس 25 ايه علاقتها بال 49؟ تمام. نعمل ده كده بلس هيطلع 41. ايه علاقتها بال 49؟ ستيل بيجر، ال 49 اكبر منها. طالما السايد الكبير باور 2 بيجر ذان البلس بتاع اثنين تانيين يبقى ده نوع كده ساعتها هيكون اوبتيوس تراينجل. يبقى هنا ساعتها اقول له ان تريانجل اي بي سي از اوبتيوس. طيب نفس الفكره هنا، تعال نعمل باور 2 والبي سي باور 2 169 والاي سي باور 2 144. دي اطول واحده اللي هي 169. تعال نشوف ايه علاقتها بالبلس بتاع الاثنين التانيين، يعني 144 بلس 25. لو عملنا لهم بلس تطلع 961، وهنا برضو 169 يعني ايكوال بعض. طالما الكبير باور 2 ايكوال البلس بتاع الاثنين التانيين باور 2 ساعتها اطلق على التريانجل ده، وقلنا لما يكون في ايكوال يبقى از رايت. نشوف الاخيره، نجيبها برضو باور 2 البي سي باور 2 والاي سي باور 2 81. فين الطويله؟ 121. نعمل بلس بتاع الاثنين التانيين، يعني 64 بلس 81 تطلع 5 121، يبقى سمولر ذان 145، اصغر من البلس اثنين التانيين، يبقى ساعتها تريانجل دوت نوعه ايه؟ از اكيوت. تمام كده. طيب ده كده اعتقد اكزامبل بسيط عشان نوضح الممشى ازاي. شوف مثلا مساله كده زي كده اخيره كده، بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر
مديك ان هنا في ديت فوق رايت، خلات من دي رايت، هنا 6 وهنا 8 والناحية التانية 7 و 5. عايز اعرف الترينجل اللي تحت ACD دوت اللي هو الترينجل ده نوع ايه، اوبتيوس اكيوت رايت بالنسبة للترينجل، طب بالنسبة للانجل طبعا. طيب عشان اعرف نوعه لازم في سايد ناقص اللي هو ال AC. ال AC او ممكن اجيبه من الترينجل الكبير بما ان هو رايت، فهستعمل بايثاغورس. يبقى اقول له هنا سينس ان ترينجل ABC is right therefore، اجيب ساعتها ال AC ازاي؟ عن طريق بايثاغورس. طبعا ده اكيد الهايبوتنس عشان قصاد ال 90، فنعملهم بلس 6 باور 2 بلس 8 باور 2 تطلع معاك 10 سنتي. دي جبتها ازاي؟ from pythagoras theorem. دي كده بتاعتي 10. طيب كده معايا تراينجل كده كامل خلاص. يبقى تعالى نجيب التلاته سايد باور 2، ده مش AB طبعا، AD انا اسف، AD. طبعا هتشتغل في تراينجل ايه؟ ACD. نجيب ال AD باور 2 يعني 7 باور 2 يعني 49. نجيب ال CD باور 2 يعني 5 باور 2 يعني 25. نجيب ال AC باور 2 يعني 10 باور 2 يعني 100. فين الكبيرة فيهم؟ اللي هي ال 100. اقارنها بالبلس بتاع الاتنين التانيين تطلع هنا 47 وهنا في 100. طالما ال 100 ديت اكبر منها يبقى therefore triangle ACD is a obtuse. واضح كده بقت سهله جدا. اعتقد ده سهل جدا وظريف. اتمنى تكونوا فهمتوه. اشكركم جدا. السلام عليكم.